مرحبا، اسمي علاء، أنا مساعد المراقبة والتقييم في مركز المعلومات ودعم اللاجئين إيجام. حضرتك أو حضرتك كمستفيد من مشروعنا بعنوان تقديم الاستشارات والخدمات للاجئين، لديك الحق في رفع شكوى تتعلق بالمشروع أو سلوك الموظفين، وأيضا الحق في أن تكون على علم بخدمات المشروع. يرجى الانتباه أنه إذا كان لديك أي طلب أو اقتراح لتحسين جودة الخدمات المقدمة، أو إذا واجهت أي مشكلة في تلقي الخدمة المقدمة من المشروع، فلا تتردد في مشاركتها معنا. سيتم احترام مبادئ السرية والنزاهة في التعامل مع الشكاوى والاقتراحات الواردة، وستتم مراجعتها من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة. يمكنك إيصال الشكاوى أو الاقتراحات إلينا بإحدى الطرق التالية: أولاً، صندوق الشكاوى والاقتراحات متوفر في مركز إيجام بجانب المدخل. يمكنك كتابة شكواك أو اقتراحك بأي لغة تريد، العربية أو التركية أو الإنجليزية، ووضعها في الصندوق. سنقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة والرد عليه. ثانياً، الخط الساخن. يمكنك الوصول إلى مساعد المراقبة والتقييم لدى إيجام مباشرة من خلال الرقم 0530-501-5943 بالاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو رسالة نصية عبر واتساب. يعمل الخط الساخن على مدار الساعة. ثالثاً، وجهاً لوجه. يمكنك التحدث مع مساعد المراقبة والتقييم شخصياً في مركز إيجام. رابعاً، بريد إلكتروني. يمكنك إرسال بريد إلكتروني بخصوص شكواك أو اقتراحك على العنوان info.hub@egamder.org. نتمنى لكم أياماً صحية وشكراً للجميع.